مستشفى اسبيتار هو أول مستشفى لجراحة العظام والطب الرياضي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط. هنا في اسبيتار نقدم خدمات لكافة الرياضيين المتواجدين في دولة قطر وأيضا في المنطقة ككل. خدماتنا قد تبدأ من ناحية التشخيص، العمليات الجراحية، العلاج الطبيعي، أيضا تقييم الأداء الرياضي على مستوى علمي متكامل، وأيضا التثقيف الرياضي لجميع الرياضيين. بالإضافة إلى كل ذلك لدينا احنا في اسبيتار كثير من الاعتمادات الدولية، مثل اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي حاز فيه في اسبيتار في سنة 2009 في مجال تميز في الطب الرياضي، وكذلك أيضا اعتماد الدولي للجنة الأولمبية الدولية كاعتبار اسبيتار كمرجع للوقاية من الإصابات الرياضية. فهناك القليل من المستشفيات التي تحصل على هذه الاعتمادات حول العالم. استعدادات اسبيتار بدأت منذ أكثر من 10 سنوات، حيث أن اسبيتار كان جزء من ملف تنظيم كأس العالم 2022. لدينا خبرات متراكمة من البطولات السابقة لكأس العالم. كان هناك دائما فريق طبي متواجد من اسبيتار في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، 2014 في البرازيل، وكذلك 2018 في روسيا. نحن فخورين جدا بالثقة التي اكتسبناها من جميع عملائنا حول العالم، خصوصا الرياضيين والفرق الرياضية. نطمح أن يكون كأس العالم في قطر هو النسخة الأكثر نجاحا من ناحية التغطية الطبية الرياضية. هناك تواصل دائم بين اسبيتار وأطباء البعثات الرياضية، حيث سنقدم جميع الخدمات الطبية الرياضية للفرق المتنافسة ووفودها ومسؤولين مباريات خلال البطولة دون استثناء. سيدعم أيضا اسبيتار ما يصل إلى 10 فرق مشاركة في البطولة، والتي تحتاج الدعم الطبي من موظفين طبيين إضافيين في اسبيتار للعمل مع فرقهم مباشرة. وتم تكليف عدد من أطباء اسبيتار لكفاء للعمل كرؤساء طبيين في بعض الملاعب المونديالية، وسيكون هنالك تدريب مستمر للأطقم الطبية المشاركة في هذا الحدث في مجالات طب الطوارئ الميداني وأمراض القلب الرياضية والارتجاج وطب الأسنان الرياضي. هناك أيضا الفحص الطبي الشامل الذي نقوم به هنا في اسبيتار للرياضيين، ونحن نقوم به منذ سنين لجميع الرياضيين الموجودين في الدولة وكذلك منتخب قطر. الجدير بالذكر أن اسبيتار قد قام بهذا الفحص الدوري الشامل لبعض الفرق المنافسة في كأس العالم روسيا 2018، مثال على ذلك منتخب تونس ومنتخب الكاميرون، وكذلك لجميع الحكام الدوليين الذين شاركوا في كأس العالم روسيا 2018. نحن في اسبيتار جاهزين لتلبية كافة طلبات الفرق المشاركة إن شاء الله، والتي سوف تأتي بإذن الله 2 إلى 3 أسابيع قبل بدء.